كل الديليجيشن الميكانيزم اوف اكشن بتاعها واحد اللي هي ليها الاس اتش جروب في الحته هي بتشمر فيه الاس اتش جروب هي بتشمر فيه الاس اتش جروب مش هي ليها اس اتش جروب يعني هي بتخش في البادي تدور على الاماكن اللي فيها اس اتش جروب 3 وتشمر فيه الاس اتش جروب دي دايما موجوده في التيشو بروتين وفي الانزايم هنا هتخش تشمر في التيشو بروتين والانزايم مهمه للبادي فانكشن وبالتالي انا الانتي دوت دايما هشتغل بيها في الليفي ميثود هي الكلينكينج ايجنتس والكلينكينج ايجنتس دي عباره عن مواد فيها اس اتش جروب بزياده وتخش تشد الايه؟ الميثود عليها وتحمي التيشو وكمان هي لازم تبقى ووتر سوليبل الكلام اللي قدام في جنرال وكمان لازم ان هي ما تبقاش توكسيك للتيشو كمان لازم ان هي ما تتكسرش جوه التيشو عشان الميثود ما يهربش تاني ولازم تبقى ايزي اكسبري كل دي كرايتيريا للكلينكينج ايجنتس اللي انا بستخدمها الانتي دوت الهيفي ميثود حاجه كمان في الهيفي ميثود ان الهيفي ميثود انا بعمل لها ديتكشن بحاجتين حاجه التست القديم اللي بنعمله اللي هو الرايش تيست وحاجه بنعملها بالمعامل اللي هي بالاتوميك ادوربشن سبيكتروفوتوميتر يبقى ده الديتكشن للايه؟ الهيفي ميثود الهيفي ميثود هتلاقوا كل سبيسيفيك ميثود ليه تندنسي او ليه جاذبيه خاصه لسبيسيفيك تيشو تيست او سبيسيفيك انزايم زي ما هناخد هتبص تلاقي واحنا بنتكلم كل ميثود هيكون ليه سبيسيفيك اورجان او سبيسيفيك انزايم يخش يشتغل عليه تمام؟ طيب احنا هنحقق بقى على الكلام ده بس ده السؤال الوحيد بالليل معمل الرصاص الليل ده ده مهم جدا ان كلنا الانفاق الصغيرين ده مصر واكبر مظبوط اللي بتتعرض ليه الهزل او السكولر كلات واكثر حال اكبر حد في البوبيليشن هم الاطفال ويؤثر عليهم طيب خليك معايا وكتاب يبقى بص فيه بعدين لان ايه ده مش هنرمز كده وخلينا نشوف بس الليد شبيه الكالسيوم بالظبط يعني هو اول ما يبقى قبضته من الجسم عنده يخش على يعمل كومبيتيشن مع الكالسيوم على الاماكن اللي الكالسيوم بيشتغل فيها. دي واحده الميتابوليزم بتاعته بص تلاقي ايه؟ الكالسيوم الميتابوليزم بتاع الكالسيوم ايه؟ اللي متصل بيه سبيسيفيك فاكتورز بتساعد على امتصاص الكالسيوم وترسيبه في العظام مش كده؟ فيتامين دي يرسبه في العظم وشرف هرمون يشده من العظم الكلام ده كله منطبق على الليل بالظبط خلاص تبص ايوه ماشي زي الكالسيوم بالظبط وبيسابقوا على لما ولذلك في الكرونيك توكسيستي هتبص تلاقي الليل بتنصب عند جروينج بونز بدل الكالسيوم عند الاطفال الصغيرين تمام يبقى انت تعرف كده ان دايما في كلامنا هتلاقي ان في شبه كبير جدا بين الميتابوليزم بتاعك الليل والكالسيوم تعالوا نشوف السورسز اللي بيتعرض ليها او اللي احنا نتعرض منين يجي لنا ازاي. السورسز بتاعته عندي في الهواء، في الهواء في ايه؟ في ليد بيجي لنا من ايه؟ من الانيشن بتاع التاسك بتاع العربيات والتترا ساي ليد اللي طالع من الجسدين والكلام ده كله زي ما بيعملوا الانيشن يخش في البلد بتاعه. طب عندنا كمان من اللي انا اكل واشرب حاجات كده، كان زمان مواسير الميه بتاع البيوت كلها معموله من المواسير الرفيعه والصاص. كل ما الميه بتعدي عليها بتاخد انت دوزز اي نعم فيري ليتل لكن كانك بتتعرض لكل التوكسيس اللي بتوصل دي بقت الحمد لله اتعودنا عليها وهتبص تلاقي كل البيوت دلوقتي واللي بيبني واللي بيعمل بيستعملوا الرابر تيوبس اللي هي الخضرة دي تمام فده طبعا دي تجاوزنا موضوع التوكسيس باي ووتر بايبس البيوت القديمه قوي اللي ساكن في بيوت اثريه او بيت مثلا مبني من 200 سنه هتبص تلاقي التيوبس دي موجوده اللي هي الرصاص ممكن يستخدموا الثلاجات بالسربنتينا كان زمان في حاجه اسمها السربنتينا اللي هي ايه؟ ليد بايبس ماشيه في كويت 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 ويجيبوا عليهم ثلج ده كان زمان الحمد لله كل دوت احنا تغلبنا عليه ما عادش فانا عندي باي ووتر بقى مينيمال فاكتور مش مهم قوي لكن الحاجه المهمه جدا ان الليد بيخش فيه تركيبات كل الدهانات برضه بتاعتها وحياتنا كلها بل فيها البينز الحطام بتاعتنا فيها بينز فيها نسبه عاليه جدا من الرصاص لعب الاطفال المدفونه الدهانات العربيات كل الدهانات بينا بما فيها حتى الكوزماتكس حاجات التجميل كل دي داخل فيها الرصاص والرصاص لما يحصل له ليه الاطفال الصغيرين كل حاجه بياخدها في بعض بوش ولا ما كانش مهما مايند بالامر ده وقت اكثر ليه توكسيستي
الاهتماس الفقرات ديت فيها نسب من الرصاص، فطبعا الطبيب فيها على مده طويله او وقت المركبه عليها اهتمام كامل في طريقه حياته بيحصل فيها توكسيسيتي من الرصاص. كل دي فاكتور ان هي حد ايه تعمل ريسورسز اللي تعمل التوكسيسيتي بالرصاص. طيب تعالوا نشوف كمان في الرصاص بيدخل في تركيب بعض الانسكتسايدز، بيبقى فيه اورجانو فوسفرس ليد، اورجانو ليد انسكتسايد، اورجانو ليد انسكتسايد، اورجانيك كومباوند بشكل عام اللي هي في الهيمي ميتالز، اي اورجانيك كومباوند يبقى الوصول بتاعه للسي ان اس فيري رابد وايزي اكتر من الاورجانيك سورس والميتال نفسه. يبقى كونه في وجود في اورجانيك كومباوند ده بيخليه يوصل للسي ان اس اكتر ويعمل الهازرز بتاعه اكتر في السي ان اس. تمام؟ طيب طبعا الحاجه التوكسيك جدا هازاردس في السي ان اس التترا ايثايليت، والتترا ايثايليت ده بيخش في صناعات كتير وبيخش في تحسين نوعيه الوقود وبيأثر على وقود اناليتيك علشان يزود البرفورمانس بتاع الوقود، وبالتالي لما بعمل له انهاليشن في الدست بتاع العربيات والكلام ده كله، كل ده بيعمل لي يعني اكتر حاجه عندك يعمل رصاص بالضغط الناس اللي ساكنه على الهاي ويز او في الهاي ويز او على الدايري او الكلام دوت، تكون عربيات على طول على طول في ناس سياسي عندهم في البلكونه وداخل ده كله كونتامينيتد باي ليد. تمام؟ طيب يبقى نيجي نشوف ده الليد السورسز بتاعت الليد اللي ممكن البني ادم يتعرض لها. بنقول سكول تشيلدرن اكثر بلد ربطوش بخاف عليها واكثر بلد اللي هم بيتعرضوا للرصاص توكسيك. ليه؟ لان الادوبشن في التشيلدرن اكثر من الكبار، لان زي الكالسيوم برضه، الكالسيوم في التشيلدرن اكثر الادوبشن بتاعه من الادلتس، بيحكمها عوامل هرمونيه وفسيولوجيه في البادي، لكن تبقى عارف ان التشايلد بيحصل ادوبشن، يعني انا لو بتعرض انا وعيل صغير حبيبي للانهيليشن بتاع الدست وهناك هو يحصل له ابزوربشن اكتر، ياخد بلاد ليفلز عنده معدي اكتر مني اكتر. ثم ان عند الاطفال بتبتدي تعمل له ميتا ريتارديشن، تعمل له تاخر في الديفلوبمنت بتاع المدرسه، عنده ابافي، عنده ديبريشن، تمام؟ عنده كل الكلام ده. تعالوا شوف بقى عندي عنده في اكيوت وحرب اوفنسيف، ده في وشي قوي،
ابدومينال كول، يبقى بيجي له سيفير ابدومينال كول مع السيرفز دي كلها. الكوليك ده نضغط على البطن يريح شويه، لكن سيفير وممكن بقى العلاج بتاعه بالكالسيوم بروتونيت، لان الكالسيوم بروتونيت زي فاكرين الكالسيوم بروتونيت استخدمناه في ايه؟ مين الشاطر اللي هو شاطرين؟ برافو عليك. في عيال دخلوا الامتحان بتاع الكويز قال لك النص احنا ذاكرنا ولا حاجه مش صح، شفنا الاسئله اللي الدكتور اديها لنا كده ودخلنا في الاسئله وجبنا الخمسه، صح؟ صح؟ هو ما استفادش ما خدش غير المعلومه، لازم يقرا الناس وبعدين يحل الاسئله. وكل واحد ينفع على هتجيبوا اسئله تاني عشان كده. هتجيبوا اسئله تاني عشان تذاكروا. تمام؟ طيب. لو سبتكم اسئله هجيب غيرها. مش بص ده يعني دي الاسئله دي للتدريب وهجيبها ان شاء الله. ليه حد قال لك؟ خليني فاكر ان الليد الوحيد اللي بيعمل ايه؟ الليد الوحيد اللي يخلي السكول ضرب وبنزل. تمام؟ طيب بعد كده انا بحب ان الهاي بلاد ليفلز اول ما بيعلى على طول البرين يصور عشان بتبقى لوكاسي او ايه فبروكسي اللي هي مع الباب ده نتيجه ارتفاع البلاد ليفل في الاوبليت فيعمل لي ايه فبروكسي كده بقى عندي. طبعا احنا عارفين اي انسفالوكسي بيجيبها او بيرزيت عليها ايه بيتمني كل 20% علشان يشد يريح الكتيبه دي. فاكرين ولا نسينا؟ طيب تمام اللي هو اسمها اوبوت الدايوكسيس بستخدم المانيتور في البرين ايديز. طيب يبقى في تفرقات في دي نتيجه ارتفاع البلاد ليفل اوف ليد في الدم. كمان الليد يعمل ايه؟ يروح على الكدني هيضرب الايه؟ البروكسيمال تيبيول. البروكسيمال مش الديستا. البروكسيمال دي مهمه قوي ليه؟ اللي هي بيحصل فيها الري ابزوربشن لكل المواد المهمه. فهنا لما يضربها مش هيحصل ري ابزوربشن، هتخرج الجلوكوز والامينو اسيدز والفوسفيت كل ده خارج بره الى جانب داخل مع واخد معاها سيلز كاس من السيلز يعمل لي حاجه اسمها كونتوني لايف سندروم. يبقى عدى على سني عمل لي كونتوني لايف سندروم. طيب لازم الاكيوت يبقى يروح على البلاد عندي هيعمل ايه؟ احنا قلنا الاكيوت في على جي اي تي عجينه مع النيرفس سيستم اللي هم ثلاثه في الاكيوت بيأفكت عليها ان هم يضربوا في الحل الفني في الوقت على طول. والتريتمنت كنا بنتكلم قلناه المقص كالسيوم بروتونين بيريح الضغط الانسفالوباسي المانيتور 20% والجي اي تي دي كونتامينيشن احنا قلنا سهل جدا ان انا بعمل ايه؟ امس بس الضربات عادي بالرغم من الجي اي تي لوكال اكشن بتاعته. طيب هتلاقي عندك اللوكال انتيدوت اللي بيستخدمها قال لك الفيزيكال هو الاكتيفيتد شاركول. كلكم هتقولوا لي يا دكتور انتوا حافظين على الاكتيفيتد شاركول ما هوش افكتيف في الهيبي ميكرز مش كده؟ لكن انا لما اجي اقول لك استخدم الشاركول هنا انا مش هينفع لا ريكوريشن ولا حاجه يمكن ينفعني اب تو 10% مش خسران حاجه. تمام؟ وان كان ما هوش فيري افكتيف في الهيبي ميكرز لكن هستخدم الشاركول الفيزيكال انتيدوت. الكيميكال انتيدوت بتاعي انا افتكر عندي الليد بيعمل لي ايه كونستيبيشن فبدل المغنيسيوم سلفيت جميله جدا تساعد ان هي تعمل تاخد تعمل الليد سلفيت بتدخل بيها على الشارع نقط دوسي لجانب ان هي هتعمل لي ايه؟ تعالج الكونستيبيشن اللي موجود. يبقى انا الكيميكال انتيدوت بتاعي المغنيسيوم سلفيت. يعني ايه تشتغل ازاي؟ المغنيسيوم احنا عارفينه كبير من الجنرال كده دي مغنيسيوم سلفيت. انا عندي كونستيبيشن انت لو واحد كونستيبيت متعادل في السكر مش كده؟ طب الى جانب انت محتاج تدي مغنيسيوم سلفيت هو عنده ليه؟ محتاج ان الليد يتحد مع السلفيت يعني الليد سلفيت ده نوت افورد ويخرج على الشارع مع السكر. يسي؟ يبقى انا هنا في الكيميكال بستخدم المغنيسيوم سلفيت. طيب نيجي الفسيولوجيكال انتيدوت بتاعي عندي في الليد ايه؟ اللي هي الكليتنج فاكتور. نيجي للكليتنج فاكتور هتكلم عليها بالتفصيل في الكرونيك لكن خلونا انا بستخدم ايه؟ ميلي الكالسيوم دايسوديوم ايديتيت اللي هو الفيرسينيت ده بستخدمه في الاكيوت لانه سيف لانه بيزود الرينال اكسبتيشن اكثر من 20 مره لانه مالوش كونتراديكيشن مع سبيسيفيك فاكتورز زي ما هنيجي للباقي نتكلم عليه. طيب انتقل الى البنسلامين طبعا ده بيتاخد اورا
بس بيتم على مدى طويل، هو عدد الاكيوت بروسيس دي هديه الاورال دوز لحد 3 اسابيع، 3 الى 4 اسابيع، تاخد الى التنفيذ لانتريز مجمين والبرودكت ليه توكسيستي. تمام، هنا البرودكت ليه توكسيستي مني في المصانع، واحد رقم شغلين وفي المصنع طول النهار قاعد بيشم ايه ليه داس او بتترا ايساي ليه او ايديه مسبوعه في التترا ايساي ليه او بيشتغل في الانسكتسايد، يبقى البرودكت ليه توكسيستي اكتر في الاندستريال، كمان اكتر للاطفال الصغيرين اللي بيتعرض للانفايرمنتال كونتامينيتد اريا، هو طول النهار ماشي عمال يشم البيبر او ليه او عايش في بيت قديم زي ما شفت احنا بالسورسز كلها، او بيستخدم حاجات بينس فيها الرصاص، يبقى ده كل ده هيعمل للطفل ده كرونيك ليه توكسيستي. الكرونيك ليه توكسيستي حاجه بنشوفها الليل خطير جدا، بيأثر على ايه؟ علشان نحفظ الليل بيشتغل على ايه ازاي؟ تيجي تبص كرونيك اللي انا بتكلم عليه في الفيوتشر او الافكشن، كرونيك ليه توكسيستي حتى كلمه ليه يا ولاد، حتى كلمه ليه كده هيك على يعني على هنا هو اللي دي فور لاين، فور لاين. طب اللاين دي ايه؟ عندي هلاقي لاين على الجنب لونه ايه؟ ازرق، لاين على الجنب تحت التيس هنا وجوه هنا خط ازرق، ليه؟ اسم من الليد سالفايد، ليه؟ اي كيميا سبيس الاكل بيتحوش عندها في اتش 2 اس بيطلع، ال H2S مع الليد اللي الواحد بيتعرض له على مدى طويل بتدي فيه ده خط اسود في اللثه في الجنجر في الجم. تمام، خط ازرق مش اسود، خط ازرق يبقى ادي اول لاين في اللايف الثانيه اللي هشوفها هشوفها باي اكس راي، لاين البني في الاكس راي خصوصا للاطفال اللي عندهم الجروينج بونز. طب انا هشوف ايه في الجراي في اللاين دي جروينج بونز؟ انت متفقين ان انا بس لو رسمت لك السيمر كده انا عندي العظمه بتاعتي منين؟ من الحته دي زي ما قلنا في الكتب الشرعي، في الحته دي وفي الحته دي. انا لما اعمل اكس راي هلاقي هنا في لاين ريديو اوبيك، اللاين دي عباره عن ايه؟ بوزيشن اوبيك بدل الكالسيوم، كل ما يتعرض لكميه ليد ويتحوش الليد يوكرايت يترسب يعمل لي لاين. تمام، لازم ما هي اللاين اللي انا بشوفها في الدروينج كارتيجز هيبقى شوف انا عندي لاين، ويا جانب الى اللاين دي بتعرفني ان حصل له كام اكسبوجر لغايه امتى، لان ممكن الاقي واحد لاين اثنين وثلاثه، يبقى بيساعدني ان انا اعرف سايز اوف اكسبوجر او عدد مرات الاكسبوجر لهاي ليفلز جدا في الفلاي. يبقى انا باي اكس راي هشوف اللاينز في الجروينج بولز. تمام، هبقى لي راديو وبيك لاين، يبقى انا اول حاجه في الكرونيك ليد توكسيستي كلمه ايه هشوف بيها ايه؟ لاينز، لاين في الجنب ولاينز في عند الجروينج بولز. نمرة اثنين تعالى عند كلمة الايه؟ هتوريني ايه؟ هتوريني بيعمل لي الانتفالوما، الانتفالوما بتاع البرين لما البلاد ليفل بتعلى، قلنا في الاكوت وفي الكرون، في الكرون هو عنده البلاد ليفل في الليد موجوده، اول ما يحصل موبيلايزيشن للليد من العظم، طرف هرمون زاد، الكالسيوم قل، اي حاجه شدت والليد يروح طالع من الستورز اللي بيستخدم فيها يعلي البلاد ليفل يعمل انتفالوما. فاهمين ازاي الانتفالوما بيجي في الكرونيك؟ تمام، يبقى هيعمل انتفالوباثي برضه زي ما حصل عندي انتفالوباثي في الاكيوت. طيب نيجي نشوف الايه الثانيه في الايه، هنعمل في الاريثروسايتس. الاريثروسايتس اللي هي ايه؟ الار بي سيز. طب هشوف فيها ايه الار بي سيز؟ خطير جدا على البلد. حلو، اول حاجه هيجي على الار بي سيز، انا عندي الار بي سيز كده هيشتغل على الانزيمز اللي في السيرم بريك ويعلي الفراجيليتي، هيعمل يزود الفراجيليتي بتاعت الار بي سيز. شوف بقت ايه؟ اللايف سبان بتاعتها تصغر وبقت لايف ان هي تفرقع ويحصل هيموليسيس. تمام؟ دي واحده. الحاجه الثانيه ان هو بيجي داخل الار بي سيز يخش في عندي الرايبوسومز، الرايبوسومز ديت عباره عن سيتوبلازميك انكلوجن بوديز بيبقى وظيفتها ايه؟ فيها الار ان اي، الار ان اي اللي بيشتغل جوه الخليه، احنا عارفين الار بي سيز هي نان نيوكليتد سيل. تمام؟ يبقى الار ان اي ده موجود عندي في الرايبوسوم، هو بيخش يعمل ايه؟ يعمل هنا انهبيشن، يعمل انهبيشن
للإنزيم مهمة أوي داخل الار بي سيز اسمه ايه؟ خلي بالك انا بتكلم على الار بي سي، محدش يجي يلخبط في الكلام. بيعمل انهبيشن لانزيم اسمه الفايريدين، فايريدين 5 نيوكليوتايد. طب انا لما اعرف الانزيم ده وظيفته ايه؟ اقوم اعرف اللي هيحصل ايه؟ الانزيم ده احنا بفضل الله معتمدين على ربنا ثم على الطاقه الذاتيه. الفايتين 5 والفايتين 5 ده بيشتغل على وظيفته ايه؟ وظيفته تكسر الار ان ايه بعد ما يخلص شغلته الار ان ايه؟ وظيفته انه يكسر الار ان ايه. طب انا لما اجي اعمل انفليشن لدوت بالليل عملت انفليشن لده ابتدى هنا الار ان ايه ما يحصلوش ايه؟ ما يتكسرش بعد ما يخلص شغله ما يتكسرش، يبتدي الار ان ايه ما يتكسرش، يبتدي يتكون هنا على هيكل بلانس كده ستيبلينج نقط، نقط كلها ازرق جوه الار بي سي. تاخد الار بي سي تحط فين؟ تبص عليها تحت الميكروسكوب تلاقي عندي ستيبلينج او كوانتيتيت بيزوفيليا. كوانتيتيت بيزوفيليا يعني ايه؟ الكوانتيتيت بيزوفيليا دي نتيجه ايه؟ تجمع الار ان ايه اللي هو ما حصلوش فابتدى يعمل لي كوانتيتيف ديزوفيل. يبقى انا عندي على الار بي سي زود الفراجيلتي وزود الايه؟ وعمل انهبيشن للبايودين 5 نيوكليوتيدين اللي هو بيكسر الار ان ايه، فالار ان ايه هيتجمع عندي يعمل لي كوانتيتيف ديزوفيل. يبقى عملت في النهايه هنا حاجه اسمها كوانتيتيف، كوانتيتيف يعني منقطه بيزوفيليا. بشوفها في البلاد فيلم في الار بي سي. انا اجي لك بسؤال الام سي كيو، اقعد انا على بقى المحاضرتين في الفيليا دي. طبعا اللي ما ذاكرش وجابوا السؤال بالواجهه والمصلحه انا هجي لك بيزوفيليا دي مش تمشي احلى مع البيزوفيلز؟ هجيب لك السؤال في البيزوفيلز، البيزوفيلز دي ايه؟ وايت بي سي. هو ليه دعوه بالوايت بي سي؟ لا خالص. خدت بالك ازاي؟ هجيبها لك اشتغل على النيتروفيلز على مش عارف ايه. لازم اللي مذاكر يعرف الشغل بتاعه على الار بي سي. تمام؟ طب دون بي سي. هو ليه تأسيس تاني على الار بي سي بس هقوله في الانفكشن على البلاد بيشتغل على ايه؟ الار بي سي دي طريقه كمان فيها على الار بي سي لان هو بيروح بيشد على الدون مارك، رايح على الدون مارك يعمل ايه؟ رايح شغلته يعمل انهبيشن فور ذا هيم سينثيسيس. احنا عارفين ان الدون مارك اللي بيخلق او بيعمل باذن الله الايه؟ الهيم. الهيم ده بتاع ايه؟ اللي هو نص الهيموجلوبين مش كده؟ الهيم دوت اللي هو البريكيرسر بتاع الهيموجلوبين، الهيموجلوبين اللي هيشيل الاكسجين، الهيموجلوبين اللي هيبقى جوه الخليه الار بي سي مش كده؟ طب ده هو شغلته اللي بيروح موجه الى البون مارو عشان يعمل بريكيرسر لكل الانزيمز او هيم سيرفيسز واهمها واولها واللي بستخدمه ك مش عارف.
بتنهبط. طب مين جت معلومه يجي وشك؟ مين عنده الباور كده وجدع يجي جت المعلومه يعيد الحته بتاعت الميتنس؟ الله بيضغط بجد؟ لا ايه والله اطلع تعال اقول لك ارجع كده امشي ولما تغلط تحييك اكتر لما اشتهيت تعال اقول لك صوت عالي كده سمي الله وانت استعد بالله مش شرط قلنا اللاينز الاكس ريت البول
قلنا الهي فورين كيفالوباثي والإريثروسايتس الكلام اللي قلناه. نيجي بعد كده نشوف الايه، الايه هنا هو تعدي الايه فوق الانيميا عشان ما تنساهاش اللي هي ريبيتيشن في الكلام. انيميا يبقى الايه فور انيميا اللي احنا قلناها هنا اللي هي هايبوكروميك ومايكروسيتيك، علشان كمان من الابيسيز نفسها بتخرج اماتيور وصغيره في الحجم. هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا يبقى عندي الايه فور انيميا هايبوكروميك مايكروسيتيك. اكتب هاشي يا صفحة الاسكيشن. الايه كمان فور ابدومينال سيفير كوليك. يجي المغص اللي جالنا في الاكيوت اللي هو الليت كوليك يجي في الكرونيك هنا على هيئة باروكسيزم، يعني التاكس، يعني كل ما البلد بيعلى يجيله مغص في الابدومين ويبقى برضه يروح بالايه بالبريشر وبالكالسيوم والبروتين. طيب يجي الدي بقى فور ايه؟ الدي فور البريفرال نيورايتس. بتاع الهرمون مع الليل هينهي الابسوربشن بتاع الهرمون، بيدوهم برضه كميه من الحديد، تمام؟ بيدوهم حديد
علشان الانيميا بيدوه مش عارف ايه ده كله فلوس. دي ميجرز المفروض تتعمل روتين ميجرز. لكن لما اجي انا واحد بقى شخصت انه عنده كرونيك ديزيز دي هبتدي ان انا اعمل له ايه؟ احطه على التيميشن. الشخص بتاعي في البيت نفتكر ان احنا كان لازم نذاكر الجدول بتاع الجنرال صفحه 31 محافظ صعب. انا هاجي هنا في الليل هستعمل هعمل الاكتيشن بتاعي. الاكتيشن هنا بيقول لك الدرج طبعا البرسنت الباد الباد ده مشهور جدا اللي هو البريتش انجل ديزاين اللي هو تايبر كاب بروفانول تايبر كاب بروفانول. حتى كل الدراج الجديده اللي هتاخدها منه ونقولها هتبقى ريفيت زمان. الباد ده جميل جدا لانه بيشتغل ايه في البلد اللي هقولها دي بيشتغل انترا سيلولر واكسترا سيلولر. ولذلك في الانفلوكسي انا محتاج ان انا ادي باد في كل التوكسيستي. لما حاجه ادي البرسنت اللي هو الايديتا الايديتا يشتغل اكسترا سيلولار بس يعني يشد الكالسيوم اللي بره الخلايا ياخده يروح بيه على الكدني ويوقف. لكن اللي جوه الخلايا مفيش اكسس ليه ده الايديتا. لكن الباد يخش جوه الخليه وبره الخليه ويشد الليد جوه الخليه ومن بره الخليه. وبالتالي انا لما حاجه في كرونيك توكسيستي عندك اللي هي الصفحه دي انا بقول لك كده اهو خلي بالك من الشيء دي لما حاجه في كرونيك توكسيستي اللي عندك صفحه 76 بيقول لك خلي بالك انا هرجع لده تاني في الكلام بس انا عايز الحته دي ولا لسه جايه في حته الانترا سيلولار اكسترا سيلولار. بيقول لك انا بستخدم البرسينيت اللي هو يعني ايه برسينيت؟ لان هو الكالسيوم مع الصوديوم ايه؟ وانا بدي ليه الكالسيوم مع الصوديوم؟ هيسيب الكالسيوم جوه الجسم ويشد الليد مكانه ويخرج تمام؟ يبقى هو هينزل الكالسيوم ويشيل الليد ويخرج بيه تمام؟ هو الاكسبريشن بتاعه من الكدني كفايه انه بيزيد 20 30 مره. يا مهاب معانا ولا ورد؟ ورد معانا. انت سيلفر؟ اه طبعا مع واحد تاني. طيب تمام هتقول فاحنا هنا الايديتا لما انا عايز اديله ايديتا بس خايف الليد لما يخرج من العرض يعني انا كنت بقول يعني الهيروكس انا بخاف جدا ان مش كده الليد يخش جوه خلايا البرين يدخل في انفلوكس. وبالتالي هنا بقول لك ايه؟ احكم البال اربع ساعات قبل ما تدي الليد. الحته دي اللي مشروحه عندك صفحه 76 تحقن البال ادي جرعه بال عشان يخش خلايا المخ الحصان قاعد كده مش قابل الليد يدخل يروح واخده خيال تمام؟ لان الليد ما بيدخلش الانتراسيلر معايا يا اولاد. فيقول لك ايه احقن البال اربع ساعات قبل ما تدي الليد تبرسينيت عشان تحمي العيان ان هو يخش منك الانفلوكسي هياخد الليد ويخرج. ارجع مرجوع تاني للبال في الصفحه 30 مهمه يعني نقول الباب ده احنا بنستخدم الباب وهو اول واحد استخداماته جميله جدا هو سيف وشغل انترا سيلولار واكسترا سيلولار. واهم الوحيد اللي ممكن استخدمه في حاله الرينا كومبرومايز يعني في حاله الرينا ضربت انا ممكن استخدم الباب برضه لانه سيف. ركز معايا الباب بستخدمه الوحيد اللي هو البريتش انتلويزاير ممكن استخدمه الرينال كومبرومايز الوحيد كليتروب تشويس الرينال كومبرومايز تمام. لكن الباقي كونتراندكيشن مهمه جدا ما اقدرش استعمله لو رحت عنده جلوكوز 6 وستيديو هيدروجينيز انزايم ديفيشنسي اللي هو عارفين احنا بنقول عليه الحفيظ ايه ده لو اديته الباقي هيخش في نوبه تمام؟ يبقى ما اقدرش استخدم الباب في العيانين اللي عندهم حته الديفيشنسي في الجي 6 والفيديو هيدروجين. لو واحده فين استخدم معاها الباب؟ لو واحده فين ما اقدرش استخدم معاها الباب؟ يبقى جلوكوز 6 والفيديو هيدروجين ديفيشنسي في البريجنسي كمان. واحد من كان متشخص عيان ده اهو بتاعنا ده شخصوه انيميا والدكتور كتب له راس حديد وبيبلبع حديد. الحديد البال يخش مع الحديد يعمل توكسيك كومباوند يدهري من الدنيا. يبقى اي عيان بياخد حديد، اي عيان عنده 6 جلوكوز في الدايبروجينيز ديفيشنسي، اي واحده بريجننت مش هقدر ان انا اديهم البال تمام؟ طيب الى درجه ان البال ده بيتعرض للحقن. طيب في ايه انالوجز؟ في اني انالوجز بتاعت الاورال وسيف ممكن استخدمها كل الكونترا اديكيشن في الدنيا اللي هو عندي اثنين منهم. عندي الدايمر كابتو
بلكوني 2 و3 والدايمنج 5 سنتيمتر دبسه، يبقى في عندي دبس وفي دبس. تمام، الدبسه مناسب جدا واقدر استخدمه فيهم كلهم بتاخد اورال وجميل جدا. فاحنا حولنا من الباب على الدبس، يبقى الدبسه دايما هو اوفر تشويس. نيجي البرسينات اللي هو الدايصوديوم كالسيوم دايصوديوم الديتين، وقلنا ده اللي بنستخدمه اللي هو البرسينات، وبستخدمه سبيشال لما بحب كده حدث الكالسيوم واشد الليد خلاص، وبيشتغل اكسترا سيلولر سيف دراج، يزود الرينال اكسبريشن. لكن لازم قبل ما اديه كرونيك توكسيتي اكون مسبق بالبال. ليه مسبق بالبال يا منوته؟ عشان البال يشتغل يخش الخلايا انترا سيلولر، فقاعد يشد اي ليد يخش. انا لما بشد بالكالسيوم دايصوديوم، الكالسيوم دايصوديوم بيشد الليد ويزيب الكالسيوم ينزل للجول، فبيشد الليد من الجول من السلايس اوف ستور، يبقى هيعلي الغلط ليفل. لما يعلي الغلط ليفل يخش الليد جوه البرين سيلز. لو انا مش حامل برين سيلز ومدي بال داخل السيلز مستني بيه ياخده، يبقى انا هدخل عيال بيتكلم ازاي؟ نعم، الكلام ده بس يعني هو ياخد الداء، ياخد الستو، ياخد الليد الفري في البلاد. لكن هو لما ينزل الكالسيوم ويطلع له الليد اللي عنده، نزل الكالسيوم ياخد الليد اللي ديبوزيت. ولذلك هو بيشد الليد من الستو يزود البلاد ليفل. لا ما بشتغلش انترسيلولر، لكن عشان لو دخلنا في سبيسيفيكيشن مش هنخلص. تمام؟ وهندوق دايما الحاجه يعني ايه؟ جبت الميجور لاينز نفهمها كويس واللي واضحه. لو دخلنا في سبيسيفيكيشن عايزين مراجع. على فكره في ناس متخصصه بس ليه؟ مراجع قد كده وتعمل الماجستير والدكتوراه والبتاع في الليل والهيم سنسز والهيم انهيبيشن والحدوته دي. فاحنا لما نلم البروت لاينز فيري نايس. لا المنتج الاكسينيك انه يزودوا لينا الاكسبريشن 20 ل 30 مره على كانوا بيستخدموه كيور بيقولوا انه اشتغل لوكال في جي اي تي ولا يمتص. البيرتراس هو
كلورايد، ولكن بيتحط فيه التيث انكروشنز بتاعت الاطفال اللي بيسننوا ولسه بتوجعهم، بيتحط في البامبرز في الدايبرز بتاعت الاطفال. اذا حصل له امتصاص او كرونيك يوز للاطفال وحصل له امتصاص باي بروك او يعني باي اني طريقه تتحول الى وابزوربنت، هيعمل للشايلد حاجه اسمها الاكوردينيا ديزيز. الاكوردينيا ديزيز اللي هو عندك عباره عن ايه؟ عباره عن كرونيك توكسيستي اوف ميركوري بار الميركوري كلورايد في الحاجات اللي قلنا عليها، يقوم يعمل للواد ايه؟ الميركوري عكس الليد، الميركوري يعمل سي ان اس ستيميوليشن شويه، هيعمل انسوميا، العين ما ينامش، هايبر تنشن، تريمورز، يجي درماتايتس، درماتايتس وبينك هاندز وفيت وبيلينج اوف ذا سكين والوبيشن. يبقى ده اسمه الاكرودينيا ديزيز. اكرودينيا which means الى ميركراس عشان يبقى بريسيبتيتد، اللي هو عندك الايه؟ الصوديوم فورمالديهايد سلفوكسايليت، ولا اسمها ايه عندي؟ فورمالديهايد سلفوكسايليت، بديها له دي وظيفتها تحول الميركراس الميركريك الى ميركراس فيخرج مع الاسبوع. تمام؟ النوع الثالث من السولتس اوف ذا ميركري اللي هي الاورجانيك سولتس، والاورجانيك دايما اخطر حاجه، دايما قلنا في الميتالز اي اورجانيك سولتس او اورجانيك فولتس بتشتغل على البرين على طول، تروح تتركز في السي ان اس وفي البريفرال نيرفز. فهنلاقي عندي الاورجانيك سولتس اللي هي موجوده اكتر فين؟ موجوده في الصناعات وفي البيئه، واللي بتعمل كونتامينيشن للبيئه، اكتر كونتامينيشن يتاثر بيها في المياه البحار والمستنقعات حتى في البحر، توصل للبحر لحد سمك التونه والكلام ده ازاي؟ عن طريق الفود تشين، ده بياكل ده وياكل بياكل، بتتركز سبحان الله في الاكواتيك فود. تمام؟ ولذلك الجماعه ينصح ان انت ما تاكلش علب تونه كل يوم وانت عامل الريجيم بقى والدايت، فرحان بنفسك 6 اشهر ورا بعض، هتعلي الليفلز اوف ميركري عندك، ومش اي ميركري، ده عباره عن اورجانيك ميركري سورس اللي هي هتوصل للبرين، هتعمل لك ان شاء الله الاباثي والبلع اللي احنا فيه. تمام؟ طيب والسوشي والاكل البتاع اللي انتوا بتحبوه ده كله في الاورجانيك ميركريال سورس. تمام؟
في الكرونيك برضه خلي بالك انا بتكلم في السيرفيلانس خلي بالك كلمه كده يبقى انا اعرف الفريمورك بتاع الزينه اللي هي ايه؟ اللي هي كارنيتك فريمورك اللي هي الكونفيجريشن بتاعه فأنا الكرونيك الجينجيا هيحصل فيها ايه جينجيفايتس وعليها ليد عليها لايت لونه ايه؟ جراي يبقى عليها جراي لايت والجينجيا نفسها فيها جينجيفايتس متورمه وإيديمتس والسنان شافها فيها لوز يعني ممكن واحد ياخد خبطه سنان وتقع تمام ويحصل ممكن اكسريشن في الجلوكوزا ويحصل حاجه اسمها تانترم فورس اكسسيف سلايفيشن بيريل على نفسه على طول وهو بيتكلم تلاقي الرياله نازله من هنا ومن هنا لان عنده اكسسيف سلايفيشن تمام ولذلك من ضمن التريتمنت انا لازم اديله اتروبين عشان اعالج له الموضوع ده فعايز ارش فيه يعني بني ادم على طول بيريل تمام يبقى عندي اكسسيف سلايفيشن ده بالنسبه لي للبورال انفكشن بتاعته بالنسبه لي الجي اي تي هيعمل لي عندي ديزنت بيعمل لي دايريه وديزنت يعمل لي دايريه وديزنت وديزنت نحاس
وكان لازم ياخد المبيض يعدي علينا كل شهر يلم الخلل عشان ياخدها يبيضها يقف فيها كده يعمل كده ما فيش كتاب شغلان مش مبيض النحاس عشان ياخد النحاس يدعك في الاريا اللي عليه ويحط يعمل له بليزنج بحاجات كليم يجيب لك خلل بيضاء بعد ما كانت رايحه فيها بقع حمراء. طب النحاس ده اللي بنقص النحاس ده دايما النحاس بيبقى فيه كونتامينيشن بالارزين وبالتالي لما نصبح يبقى هيحصل ايه؟ يعني يحصل يبقى الارزينيك ده في كمان الهربيسايد بتاع الكلام ده كله داخل فيه اللي هو البريزرفنس في تمام صناعات الخشب. طيب تعالوا نشوف الارزينيك ممكن يحصل منه اكيد توكسيستي والارزينيك والكرونيك توكسيستي. الاكيد توكسيستي هو ليه لوكال اكشن بتاعه عنيف اللوكال اكشن بتاعه عنيف بيعمل سيفير بين في الابدومين والرزق وبومتين جامد وبعدين يعمل حاجه اسمها ايه؟ رايس ووتر دايريه زي بتاعت الكوليك كل شويه يرجع على الحمام كل شويه بيعمل ايه؟ بيعمل ميه رايس ووتر زي ميه الرز ميه ما بيرضى رايس ووتر دايريه ده الله ده. طب ايه هقول لك الميكانيزم بتاع الرايس ووتر دايريه دي بتحصل ازاي؟ الارسنال بيخش يعمل حاجه اسمها توكسيك كابيلي رايس اللي هنا الحته اللي بيشتغل عليها ايه؟ الولف كابيلاريز الولف كابيلاريز بيعمل توكسيك كابيلاريز توكسيك كابيلاريز بلانك نيجيريا حوالين المصاريف كنت بتبتدي لما الكابيلاريز الولف بتاعتها ضربت تبتدي ترشح البلازما وبعد البلاد حد ترشح البلازما تنزل وهو كانه بيسير البلازما بتاعها كان الناس الوالد يعمل البلازما بتاعها عشان كده الولف الرايس اللي هي اللي بتتحسن اكيد التوكسيك كابيلاريز ده في الارسنال. وبالتالي لما يجي لك عامل على حدود ارسنال توكسيست اللي هو عنده التوكسيك كابيلاريز سيلف وعنده الوتر رايز دايريه وعنده بقى الوتر رايز دايريه دي اللي خلته دي هايدريشن وشغل وكلات كل ده هو كده رينال ما كانش دايركت هيبقى عشان الشغل كلات اللي قلناها قبل كده تعمل لي رينال فيلي. طيب يبقى انا عندي الان بالمنظر ده الدواء وسيفير بوبيتي عمال يبوبش بيسخن ميه ودي هايدريشن وكلات التنشر قليلة البلاد بريشر واقع تمام؟ هاخد ديفرنشيشن فروم ديفرنشيشن ديفرنشيشن من الدفاع كله ان انا ضفت ويسحب وهيموت بعد شوية صغيرة. طب انا بدا الشاحن والجنب نزلت واحد يقول لك الفوميتي في الارسينيك توكسيسي اكيوت يسبق الدايرية الانفكشن شغال اكتر من الناس الخضرية بينما في الكوليرا الفوميتي يجي بعد الدايرية يعني المانيفستيشن بتظهر في الكوليرا الاسهال الاول. طيب العيان بتاع الاكيوت ارسينيك بويزنش اتفقنا عنده هايبوثيرميا عشان في هايدريشن والبتاع واللو بلاد بريشر وكده بتاع الكوليرا عنده درجه حراره عاليه تمام. طيب عندي الووتر رايز دايريه لما افحص هنا هو في اورجانيزم هنا في عندي الارسينيك اللي هشوفه بالرايز بالرايز الشاذ تمام كده يا اولاد. طيب نيجي نشوف بعد كده بننتقل على الكرونيك طبعا الاكيوت توكسيسيتي مين بيشتغل على الجي ار تي مين بيشتغل على الجي ار تي الكوروجن الكوروجن ده ممكن كمان يأثر في المسيرات البراق يعني الانهيليشن يعمل لي برونكايتس والمونر الاكتيما والكلام ده كله. نيجي يبقى عشان ما ننساش حكايه ان احنا قلنا فيه الميركري بكتيريال ديزيرتي وصلناها ليه؟ بتحصل ازاي؟ لكن عندي في الارسنال اسمها ايه؟ ووتر رايز ديزيرتي ووتر رايز مش هتفرق ما بين دي ودي مش عارف. طيب الافكت الهيلر الافكت الهيلر وهيعمل لي ميكانيزم صحيح كان بتقول لك عملت ابني جوه بتشارك في الامتحان على مستوى الجمهوريه مع الدكاتره في الجامعات الثانيه اي حته هتروح فين هتيجي
عبد الرحمن فهمت ايش انت الرشيد ماله عندها تندنسي او لايبلتي ان هي تتقلب الى مالجنت ويعمل الالوبيشيا ده السكين مانيفيستيشن الكرونيك ارسينيك توكسيتي الى جانب طبعا الكرونيك افكشن للكدني والهارت والليف الى جانب عندك هيعمل ايه؟ تقيل يعني يروح يطيح مكتبها بيعمل عندي ممبرين تبص تلاقي بني ادم على طول زي اللي عنده كورايزا كورايزا تايب اوف انفلاميشن اللي بيحصل في منطقه السناتير والسبايرات فالبني ادم عنده زي اللي عنده برد على طول تمام يبقى افكشن للسكين والميكس ممبرين بريفرال نيورايتس بريفرال نيورايتس اللي انت عملتها لي بيور مود ده هيعملها لي بيور سيز بيور سيز انا عندي والميركوري عملي تريمورز نتيجه التراس والاستريجيت كده خلي بالك كل واحد يعمل افكت بطريقه معينه كويس ايه اللي حصل؟ كويس فورسز ريبالانس اكتر اللي بقى المره دي لكن انا عندي الورد اللي عندي بس كده ليه؟ بتلوم مين؟ انا طيب بعد كده عندي برينتيما تسورد كل اساسي كل عندك بعد كده في الافلاستيك انيميا لانه عمل بروفيشنال كانت حابه تكون في شويه غلط بتعمل ايه صوتك يهدي البني ادم اللي فوق على خفيف هو بيعمل هو مال بريشر كلهم بيشتغل بس كل واحد ليه حاجه بيجي وحاجه ده تمام يعمل افلاستيك كمان يا ماما ما هو اللي بيعمل كده بس اللي بيعمل البيزوتريك ستيبل واقعه قوي بتاخد البلاد فين عندك الار بي سي واقعه شكلها ايه فيها البيزوتريك ستيبل اللي بيوري لك بس هي سودا وهي بروميك كمايكوسيك انيميا واخد بالك خلاص كلمتين على الكادميا الكادميا مدور من المعادن الموجوده عندها حب شديد ان هي تاكيوميليت صناعات اللي هي عارفين الصناعات اللي هي معدن بمعدن يعني كل الفور بتاعي مثلا اللي انتوا عايزه تغطيه بالحاجه فبعد
بعمل الكتروبليتنج اللي هو بعمل احلال للمعدن ينزل عليه بالكهرباء بيعمل ديبوزيشن بيعمل ترسيب للمعدن يغطي بيه زي اللي بيدخل فضه بالدهب زي الحاجات دي كلها هو ده الكلام يعني بيستخدم كوظيف في هذه الصناعه تمام يبقى الكتروبليتنج للدهب هي دي اللي بتتعرض فيها المكانه للكادميوم الكادميوم بيخش يضرب اي انزيم معين ليه انزيم زي ما قلنا معنى ليه انزيم بيضرب الانزيم اللي اسمه الالفا انتي فريكس الالفا انتي فريكس ده موجود اكتر في اللاين في اللاين وعشان كده هو هيبقى الفكشن بتاعه مني على اللاين هيعمل لي ايديما وبرده ايديما وفكشن للريسبيريشن لو بدا اللاين تمام الكادميوم كادميوم يعني ايه يلتي كادميوم يعني ايه يلتي يبقى خد معلومات كده في الكادميوم حافظها ان هو اكتر معدن بيتحوش في جسم البني ادم بنتعرض له في الالكتروفليتشنز اندستريز نمره ثلاثه الميكانيزم اوف اكشن بتاعه بيضرب الالفا انتي تريبس الانزيم اللي موجود في الريسبيرات بتاعك او في اللاين بروسيد تمام الانهاليشن بتاع الفيونز بتعمل لي لوكال اكشن هو اكيد كوروجن سبيشال ديزيز باي انهاليشن يبقى في الريسبيراتوري تراك وفي الكارديا والكلام دوت. بعد كده الكرونيك بتاعه بيضرب الكدني ما تنساش انه بيعمل اي تي تنج عشان الديفرنشيشن. التريتمنت بتاعه في ليش؟ تعالى بقى هنتكلم لحبيبنا المهمه قوي اللي هو ممكن تقابله كتير في الحياه العمليه والحياه كويس وعامله اي كلام والبرزنتيشنز مش على المستوى احنا عايزين نختار مجموعات علشان نصورها بال اي تي ونحطها على موقع الجامعه تمام فعايزين مواضيع محترمه اللي هيناقش بقى كده وفي شهادات وفي درجات وفي حاجات حلوه وفي كل حاجه وفي نمر بتتاخد صح تمام طيب شهر ابريل النص اللي جاي ده كله شكله اجازات صح فشكل محاضرات عندنا هتضيع وقتنا ضيق احنا الحمد لله كده لو ما نخلص الميتال انا بقيت في السيف سايد يعني ايه يعني كده ابقى مطمنه الحمد لله خلصت اللي عليا كان عليكم ان انا اعمل لكم الاورال شيت بتاع الميتال ممكن ااجل الاسبي للفاينل لان احنا كده ما زنقوش اكتر لكن ممكن نتزنق في محاضره ايه هو ازاي اورال شيت بالميتال ما هو شو عشان انا لازم اوزع النمر صح وانا هاتي هنيجي في اخر السنه انا ما بحبش اعمل لك تدخل نفس السبجكتس فكده ابقى انا ظلمت السبجكتس ديت ما امتحنتكش فيها حاجه ما جيش انا بقى في سلسلته وشويه ميديكال تريتمنت واديك الاورال شيت واديك الفاينل اللي عليه 60 نمره وكده لا ثم انتوا بالذات عشان انتوا الجنرال حفظتوه وخدتوا عليه اسئله ان شاء الله ام جوينج تو مدخلاه معاكم في الفاينل الجنرال ما فيش اعتراض بالاسئله بقى اسئله لا بالاسئله اللي احنا بالاسئله اللي معاكم اللي انتوا حافظينها مش هجيب جديد يبقى الجنرال الفاينل ده اسئله تمام الالكالويدز والهيفي ميتالز عاملين فيها خمس درجات اورال شيت يعني هي اسمها تويت لا كده انا كده بوفر لك وقتك في الميد تيرم تبقي مركزه في الميد تيرم ده الممنوع نعمل هللويا ولم الورق ده يلا واكتب تسمع مش عارف ايه اما يبقى انا بعملها فايبي كده الميد تيرم تبقوا مركزين كده والصلاه على النبي ربنا تمام طب فرفشنا Thank you.
الجدر مش تقريبا تقريبا احل بس احنا داخل معناه كده امتحان عظيم يا مان بتجيب اسئله ليه لما تجيب اسئله بتجيب اسئله بتجيب اسئله مسار الدنيا والجاذبيه الارضيه وكل حاجه هو ده هو ومد المدال المعدن الحديد لا لسه في حاجات مهمه جدا ومطلوبه لازم تدخل لها يعني تدخل في تركيب الهيموجلوبين هو اساس هذا الى جانب التعرض الى اكيوت دوز منه هيدخلني ليه اللوكال مانيفستيشنز اللي هي كوروجن بطريقه بايخه جدا كوروجن لمنطقه الجي اي تي الى جانب ان هو بعد ما يمتص ليه تاثير وحش جدا على الهارت كده على الهارت دايركت مايوكارديال ريسنت افكت الى جانب ان نمره 2 بيعمل بوست ارتريولر دايلاتيشن يعني ايه يعني ارتريول بعد الارتريول يعمل دايلاتيشن جامد جدا يحوش كل السيركيوليشن بوست ارتريول يبقى يدخل البني ادم في هايبوتنشن سيفير هايبوتنشن كانه لغى الدم يبقى هو ليه تو افكتس على الهارت دايركت مايوكارديال ديبريشن والبوست ارتريول دايلاتيشن اللي بيعمله دوت هياخد كل السيركيوليشن فيه فيعمل ايه؟ يعمل سيفير هايبوتنشن والسيفير هايبوتنشن ده اللي هو هيدخل البني ادم في شوك كولابس يبقى الشوك اللي بتيجي فيه الحديد نتيجه ايه؟ نتيجه اللوكال كوروجن اكشن اللي هنيجي نشرحه دلوقتي ونتيجه ان من الاثنين الدايركت مايوكارديال ديبريسنت افكت ونعمل الثلاثه البوست ارتريولر دايلاتيشن فيدخل البني ادم في سيفير هايبوتنشن تمام؟ تعال بقى نشوف البني ادم بيتعرض ليه اركب الهواء بعدين بيتعرض لها ليه؟ اركب الهواء هيعمل لي سيفير كوروجن في الجي اي تي وهيبتدي يدخل لي نوزيا وفوميتنج وبلادي فوميتس بلادي فوميتس وعشان كده انا هنا ما بستخدمش الحديد ابدا بالشاربول عشان محتاج اخش بمنظار عشان الفيلد بتاعي وعشان حسب البريشن ما يطلعش الشاربول يبوظ الدنيا ما بستخدمش الشاربول يبقى في ممكن نعمل بس اختبار ممكن نعمل انسز للعيل في الاول لو هو واخد التابلت ولسه مفيش عندي هيماتينس اعمل له بومب اعمل له كاست نبار الكاست نبار هنا استخدم الصوديوم بيكربونيت عشان ارسب الحديد على هيئه فيريك كربونيت والله تمام طيب يبقى ده اول حاجه اللوكال اكشن اللي هو على الجي اي تي بعد كده الحديد امتص ودخل السيركيليشن هيبتدي يروح على الشوك على الهارت زي ما اتفقنا بقى البوست ارتريولر دايلاتيشن دخل عليها في الشوك الى جانب في هايبريشن اللي حصل له في الكوروجنز هيدخل الشوك هيروح عند الليمبر تبتدي الكابفور سيلز الكابفور سيلز اللي هي الليمبر سيلز يعني الليمبر شد هي مش هيماتيك سيلز يعني كابفور سيلز هتبتدي هي تشد الحديد من السيركيوليشن حتى الكلينيكا هتلاقي العيان ان هو اتحسن وجي اي تي مانيفستيشن سبب بتبتدي شويه نتيجه ان التوكسيك سيل شدت الحديد من السيركيوليشن بعد كده يبتدي يروح عند التيري بورتال عند اطراف الهيماتيك لوبيولا والثلاثي اللي كنا بنرسمه اللي بقى الهيماتيك لوبيولا الثلاثي ده كان عند كل كورنر كده في بورتال بين يبتدي هو هناك يعمل بيري بورتال يعني في المناطق الطرفيه من الهدوم دي يعمل لي بيري بورتال نيكروزس لانه اتكسر فيها الحديد يعمل لي بيري بورتال نيكروزس تمام كمان الحديد يعمل لي يزود حميه الدم بصوره عاليه جدا هيعمل لي ميتابوليك اسيدوزس
يعمل لي ميتابوليك اسيدوزس ليه؟ مني الميش كنترول بتاعه عن طريق ان هو بيطلع الهيدروجين ايونز وهو بيتحول من الفيريك الى الفيرس. بيطلع الهيدروجين ايونز ده الميش كنترول اللي هو هيعمل لي الميتابوليك اسيدوزس. لكن في رول ثاني ان هو بيعمل انهيبيشن للايروبيك ريسبيريشن بتاع الخليه، يبقى الخليه مضطره ان هي تشتغل باي انيروبيك ريسبيريشن. الانيروبيك ريسبيريشن معناها ان انا هزود لاكتيك اسيد وهزود اورجانيك اسيدز في الدم، يبقى انا كل دوت ساعد على احداث الايه الميتابوليك اسيدوز. يجي لك في الام سي كيو ان الحديد عم بيعمل ميتابوليك اسيدوزس نتيجه الهيدروجين ايون ريليس نتيجه زياده الانكريز في اللاكتيك اسيد ونتيجه زياده في الاورجانيك اسيد كل ده اجيب لك حته خمك اشوفك كده قافه ولا صاحي اللي هو نتيجه زياده الامينو اسيدز فهو اسمها اسيدز وكده هيبقى هيختار هيبقى دايما ما هو الام سي كيو قائم على ان انا ايه اشوفك قافه ولا لا صح؟ طب يبقى ما بيعملش ما بيزودش الامينو اسيد فعلا هو بيزود الميتابوليك اسيدوزس واي دراجه عندي بيعمل ميتابوليك اسيدوزس عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل بيزودش الامينو اسيد. يلا يا شايف ربنا يعوض. انا عندي سيت نفس الحديد يبقى الستيج الاولانيه ستيج اوف كوروجن تاخد 24 ساعه اللي هو العيل او البني ادم جاي بيتفرش وعنده فوميتنج وعنده السيفير بين وممكن الهيماتيزيس ثلاث مرات خلاص دي الستيج الاولانيه واللي هيبقى فيها او يبقى معاها بقول لك ان الايليك اسيد بيزودش الامين اسيد. اليوم الثاني البني ادم يحس انه متحسن وجي ار تي مانيفستيشنز هديت شويه والشكر اتصلح ده نتيجه ان الحديد اتشدد بالايه؟ بالتفور سالت مش كده؟ ولذلك تحس ان بتقول عليها كويسه للسكيج كويسه للسكيج. هي الستيج الثالثه اللي بعديها وهي بعد 48 ساعه الشهور الثالث البني ادم بيحس عنك ايه؟ ولا انا بقول التايمنج يا اولاد ملخبطه لا
والجي اي تي ماشي حصل ده ما تديش الشاركول تمام الفيرال انتيدوت هندي ديسك الكترونيك توكسيسيتي نيوسيدروسيس هو ده نتيجه ايه؟ ناس عندها الايرن لود عالي فيبتدي الايرن يتحسن في اورجانز كتيره عندها ديسفانكشن. طب هو الايرن ممكن يزيد في الجسم البني ادم نتيجه ايه؟ في ناس والعياذ بالله اللي عندها الثلاثيميا ربنا يشفي الجميع يا رب. الثلاثيميا دي حاجه كونجنتال وبنعالجها ان احنا نديله دايما ايه؟ بلاد ترانسفيوجن مالتيبل وريبيتد بالتالي ده بيزود الايرن لود عالي. طب في ناس ثانيه عندها برضو الجينيتك ايرن اوفر لود ده جينيتك عندهم جينيتك الايرن اوفر لود عالي نتيجه ديكريس في السيريوبلازمين اللي هو بيشيل الايرن ويحطه في الستور. طيب عندي الناس اللي عندها ليفر ديزيز الليفر بتاعها مضروب الليفر المين سايت اللي هو الستورج اوف ايرن لما يكون الليفر مضروب يبقى الايرن لود هيزيد في السيركيليشن وتراست في اورجانز ثانيه. طيب عندي ال الانكريز ايرن انتيك واحد عنده جينات في دماغه بياخد فيتامينز وحديد على طول الحديد فاكر ان الحديد هيخلي عليه حديد الحديد بيتاخد ما بيخرجش ما بيحسش بالسكر الاوفرلود بتاعه هيترسب في الاورجانز الداخليه عن حاجه اسمها هيموكسيدروز. طب الهيموكسيدروز دي بتجي لنا الكلينيكال برزنتيشن بتاعتها ايه؟ معلش حقك عليا ال هيترسب في الهارت يعمل لي كارديومايوباثي هيترسب في الليفر يعمل لي الميجر ستورج بتاعه وممكن يؤدي الى ليفر سيروزس برضه واللي هو البيري بورتال نيكروز يعمل لي الاندوكراين سيستم بقى يضرب كل غده ممكن يترسب فيها. شوف البنكرياس هيعمل برونز دايركس البيتيوتري هيعمل انفيرتيلتي شوف الباراثايرويد هيعمل ايه والاسبكت السكيل مارك بس ده تسكيل ماستر ااا ويضرب الكمون سيستم بس كفايه عليكم كده حتى ما عنديش فكره ااا